بنزين بالفروج العربي دقيقة شعيره دحية ولوازم البنزين يبينا للصلاة وبعدها للخيمة في الأجواء البسيطة وما يعدلش المزاج إلا بكرة شي قهوة فعربية سكر وسط وبعض من المصبرات اللي في الأجواء هذه هيا بايكم للبنزين وموضوع المعين سكر بطاقة تعلاش الدوشة هذه كلها وهيا نجهز البنزين اللي بالفروج العربي احرق للطبيخة وركز على طماطمك لأن الطماطم بيأثر لك سلون الطبيعي حتى المداخ يا حاج والفروج يغلي شوية على النار وحط له حبة البطاطا كاملة وكل ما تكون كاملة أفضلها تطلع عند شيء ومالك كل شيء على النار ومية الدقيق الشعير تغلي والفروج حتى هو يغلي أنا بتحكي لي على بنزين أحكي لي على بنزين معصب بالتعصيدة اللي نعرفها جو الحلوين والماكينة لا وكركم وتعالى يا حاج بنزين بالفروج من اللي حبه قلبك وبد حياته وطبيخه خاطره فانت نظرتك تحكم اعطيني بالك شويه وللبنزين اصول فمن الاصول تعرف تقسم ومن الاصول تعرف ترفس البنزين فلو عرفت ترفس البنزين صح فصدقني حتتمتع بيه وتفرش طبعا بنزين اللحمه شيء وبنزين الفروج شيء ثاني لحمه فروج دحيه مطبوخه تعال جاي واقرب فلفل اخضر والله الله على طبيخته الخاطره وعلى التعصيده اللي ولا غلطه بالله تفرج تفرج هذا اليوم الجمعه وبالله يا بيلو نبيك تتخيل هذا تخيل تتزوج واحده ما تعرفش تدير بنزين يا خساره الفرحه الفرحه بي وين يا ايوب هيا غالي قريبين هنا نخدم على غدائيه ناخذ الغدائيه متاعنا والحقيقه الموضوع محتاج غدائيه معنا شو تدير في الزاويه ايوب خاطمين يا سيدها ومرور الكرام على الزاويه صرمان صبراتا وطول الطريق تفكر بان الاعمار بيد الله هذه قصه وهذه رده انت تلقى روحك في راس جدير يا غالي واهلا باللي كانت شقه بقه وتوه تونس الخضراء